És megfordul a szél Amerikában is, demokraták mennek, republikánusok jönnek, ismét Donald Trump lesz az elnök, és azt jelenti, hogy nyugaton az év végre többségben lesznek azok a politikai erők, akik békepártiak. Ma háborúpárti többség van a nyugati világban. Az amerikai választás után békepárti többség lesz szerintem. Bismillahirrahmanirrahim, menrahab bikum fi halak jadida min barnamikum ma Ibrahim al-Sharawi. ديمتري ميدفيديف وكان رئيس روسيا سابق ونائب رئيس مجلس الامن الروسي بيقول ما ترفعوش سقف التوقعات بتاعتكم قوي يا جماعه. ترامب لو حاول يوقف الحرب سيتم اغتياله، زي ما شفت في الفيديو اللي في المقدمه. ده اوربان رئيس وزراء المجر بيقول فوز ترامب سيجر اوروبا او سيجبر اوروبا على اعاده النظر في دعمها لاوكرانيا، ودلوقتي الناس الموجوده بتوع حرب، ما احنا عايزين بتوع السلام و تمام. طبعا عارفين طبعا المجر وأوربان واقف قلبا وقالبا مع بوتين وعامل إحراج للاتحاد الأوروبي كله. تعالوا بقى نخش في الانتخابات الأمريكية زي ما ظهر قدام حضرتك. ده مين؟ ده جو بايدن نازل من الطيارة والمفروض هيروح يركب العربية، خد في وشه كده زي ما احنا متعودين عليه زهايمر. رايح فين يا عم؟ انت ماشي على الطرمك رايح فين كده؟ مفيش. بص هيبدأوا بقى، وحتى المذيع وهي بتتكلم بتقول لازم يرجع حد يوقفه يا جماعة. دي من الفوكس نيوز طبعا الجمهورية. بص هو محدش عارف هو رايح فين، هو ماشي في اللا شيء. ده اللي كانوا عايزين يخلوه، او ده اللي كان رئيس امريكا وكانوا عايزين يكملوا لحد المناظره بتاعه. تخيل انت رئيس امريكا يخسر الانتخابات في مناظره، سحبوه وجابوا مين؟ الاراجوزه الثانيه او البقره الضحيه. بص بقى مقدار الحقد الكبير من الديمقراطيين على الحزب الجمهوري. بيقول بص الجمهوريين دولي عايزين يتصفعوا على مؤخرته، والله حرفيا التايه اللي مش عارف اصلا يروح فين ويجي منين بيقول كده. كمال هاريس عندها استعداد تعمل اي شيء عشان تفوز بهذه الانتخابات، هي والدوله العميقه والحزب الديمقراطي عايزين يعملوا اي حاجه. كمال هاريس زي ما ظهر قدام حضرتك تظهر في مشهد لبرنامج كوميدي، تطلع كومبارس واحدة بتقلدك، تروحي تقعدي تتحكي بس الضحكة بتاعتها السامجة دي، اسمه ساترداي نايت لايف، الى جانب الممثلة التي تقوم بتقليدها بعد ان توجهت الى مدينة نيويورك في زيارة لم يتم الاعلان عنها بشكل مسبق قبل يومين من يوم التصويت في الانتخابات الامريكية التي تتنافس فيها مع الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب. يعملوا اي شيء. مش بس كده، كمالا هاريس تغازل جيل زد اللي هو مواليد ما بين 97 ل 2012 اللي هم شباب دلوقتي، واول ما دخلوا لهم حق التصويت فبتغازلهم بقى. انتوا عايزين تغيير وانا معاكم في التغيير. تغيير ايه؟ هم عايزين تغيير الحزب، يجيبوا حد فاهم، يجيبوا حد فاهم، يجيبوا واحد زيك ما مش فاهم اي حاجه ضايعه عماله تضحك. مش بس كده، الفيديو اللي انا جايبه لك ده اللي ظهر قدام حضرتك المغنيه الامريكيه دي، ده درس لازم تتعلمه حرفيا. بيحصل في كل دول العالم، كل دول العالم بدون استثناء، يجيبوا ممثل او يجيبوا مغني اراجوز هو لا فاهم حاجة في السياسة ولا يعرف اي شيء ولا ليه في اي حاجة خالص، ويحطوا والشاشة المتحركة قدامه ويقرأ الكلمتين. طب الشاشة دي وقفت زي ما ظهر قدام حضرتك، وقفت دقيقتين بعد استعانة حملة كمالا هاريس بالمغنية كاردي بي في تجمع انتخابي، تعطل جهاز التلقين الخاص به ولم تكن لديها اي فكرة عما يجب ان تفعله لاكثر من دقيقتين، ودول كتير جدا في الميديا. دقيقتين ده رقم، ده رقم، ده انت ليك بينشف في الدقيقتين دول. حتى رقد شخص ما على المسرح ليعطيها هاتفا لقراءة النص، ولا عارفة اي حاجة ولا فاهمة اي حاجة، يعني مش عارفة لدرجة مخها فاضي مش عارفة تملى دقيقتين. انت جاية تشجعي كمال هاريس، تشجعي الحزب الديمقراطي، مش عارفه تملي دقيقتين هوا تقولي كلمتين حتى من دماغك، جهاز التلقين واقف مش عارفه، خلاص اتشلت يا جماعه، دقيقتين كاملين واقفه مشلوله مش عارفه تعمل اي حاجه، مالها تبص شمال ويمين عشان اي حد يلحقها، ووشها احمر واخضر واصفر وجاب الوان ومحروجه. يا ستي ده لو اديهم لك وانت بتعملي الميك اب بتاعك ولا شعرك كان زمانك قريتيهم، حتى حفظتي سطرين قلتيهم. هو ده فالدرس ده لازم تتعلمه. اي اراجوز يطلع لك في اي فقره انتخابيه في اي فتره انتخابيه في اي حاجه كذا عندنا يعني انتخابات، اوعى تصدق الاراجوز ده،
ده مجرد أرجوز، واحد طالع فيس بس، انما هو لا يفهم في السياسه ولا يفهم في اي حاجه. يطلع يقول لك هنتخب فلان وانا هنتخب فلان، وانا جوز بيستخدموهم كاوراق الكلينكس. هي مستفيده ايه من القصه دي؟ مستفيده اهو، التليفون وصل لها بالسلامه، هتقرا منه بس خلاص. مستفيده ايه؟ انها هتكسب اضواء زياده، وان هي هتستفيد في اي حاجه ما بقى ليها ظهر بقى، ده رئيسه الجمهوريه صاحبتها. وصلك القصه؟ ادي البيت الابيض او الحرس الوطني بيستعد، وضع الحرس الوطني الامريكي في حاله تاهب قصوى في عده ولايات، بيطبخين النتيجه ماء زي ما ظهر قدام حضرتك اواخر استطلاعات الراي. ترامب لحد دلوقتي متفوق، وبعدين الدنيا بتتغير شيئا فشيئا. استطلاع راي مفاجئ، هاريس تتقدم على ترامب في ولايه ايوا الحمراء، في كده وفي كده لحد بكره. عشان كده ترامب بيقول لهم يا جماعه ما تصدقوش استطلاعات الراي، روحوا صوتوا. سي ان ان، ترامب يضع اسس التشكيك في نتائج الانتخابات حال خسارته. تمهيد، ده يقلقك، ده يقلقك. في ايه؟ في ايه الدنيا؟ صعب جدا ان ترامب يعني لو فاز بنسبه 1% اعرف انه فاز بنسبه 10% حرفيا. لو خاسر بنسبه 0.5% او 1% اعرف انه منتصر، وهم مغيرين الانتخابات في الغالب يعني. رئيس ترامب بيقول نحن على بعد يومين فقط من اعظم انتصار سياسي في تاريخ بلادنا، لكن هذا يحدث فقط اذا صوتتم. كل ما اريده منكم هو الخروج والتصويت. انزلوا صوتوا يا جماعه. تعال بقى نروح لميدفيديف وتصريحاته الخطيره اللي بتكشف لنا رؤيه روسيا بشكل او باخر للانتخابات الامريكيه. لو جه ترامب ايه اللي هيحصل؟ طبعا كلنا عارفين لو هاريس جايه، وكل العالم عارف ان لو هاريس جايه خلاص الموضوع مكمل، كل الازمات العالميه دي مكمله. ليه؟ لان الدوله العميقه اللي بتحكم. مش زهايمر، جت البقره الضحكه. شكرا. ميدفيديف بيقول العالم مجمد في ترقب متوتر قبيل انتخابات رئيس الولايات المتحده الامريكيه. ليس لدينا اي سبب لرفع التوقعات. اللي هو ايه؟ الاثنين بالنسبه لنا واحد. بالنسبة لروسيا لن تغير هذه الانتخابات شيئا، حيث تعكس مواقف المرشحين بالكامل اجماع الحزبين على ضرورة هزيمة بلادنا. بس واحد عايز دلوقتي، واحد عايز شوية او عايز بطريقة تانية بشكل او باخر. تعتبر كمالة غير ذكية، ده اللي انا بقوله لك، غير كفأة، قليلة الخبرة، عندهاش خبرة، يسهل التحكم بها. من مين؟ الدولة العميقة. وستكون خائفة من الجميع حولها. سيدار الحكم من قبل مجلس من الوزراء الرئيسيين والمساعدين مع تأثير غير مباشر من عائلة أوباما. لا مباشر ممكن. الدولة العميقة. أما ترامب، بص بقى، تحليل بقى من راجل كان رئيس تاني أكبر دولة. أما ترامب المتعب الميال إلى العبارات الرنانة مثل سأقترح صفقة. متعب ليه؟ سحلينه في الانتخابات بقالهم 4 سنين، واخدينه من المحكمة دي للمحكمة دي، احنا بنتابع مع بعض. ولدي علاقات جيدة مع بوتين، ولدي علاقات جيدة مع كيم. فسيتعين عليه ايضا اتباع جميع القواعد النظامية، اللي هو الفكر بتاع زمان اللي كله واخده عن امريكا. بس انا بقول لك الوضع ده ممكن يتغير مع ترامب، لانه غيره المرة اللي فاتت، اللي هو ايه؟ ما بتفرقش الرئيس مين اللي جاي. بايدن هو، كمالا هاريس هو، اوباما هو، هو، فاهمني ازاي؟ انما ترامب عمل تغير شويه. فبيقول لك في قواعد نظاميه موجوده مش هيقدر يعدي عليه. لن يتمكن من وقف الحرب، دي المفاجاه بقى، لن يتمكن من وقف الحرب ولا في يوم ولا في 3 ايام ولا في 3 شهور. واذا حاول فعلا، لانه عشان يوقف الحرب مطلوب منه زي ما انا قلت لك هيخش في حرب مع الدوله العميقه الاول، لازم يطهرها. فبيقول لك وإذا حاول فعلا فإنه يخاطر بأن يصبح جون كينيدي الجديد. كلنا عارفين جون كينيدي، ولو أنت مش عارف اتقتل ليه. جون كينيدي ما كان ممانع أن المغضوب عليهم تحوز على أسلحة نووية، وكان عايز يقيم دولة فلسطينية. طلقة وخلص. الأمر الوحيد المهم حقا هو مقدار المال الذي سيخصصه الرئيس الجديد لحرب بعيدة لتستفيد منها صناعتهم الدفاعية والدوائر الفاسدة التي تجني الربح منها، اللي هو الاقتصاد الامريكي
والانتخابات دي كلها بيمولها رجال الايه؟ انتاج السلاح، فبالتالي لازم يعمل لهم حرب عشان يكسبوا الشركات العملاقة دي. لذلك فإن أفضل طريقة لإرضاء المرشحين للرئاسة الأمريكية في 5 نوفمبر هي الاستمرار في سحق نظام كييف النازي، إن إحنا بقى نكافئهم إن إحنا نكمل الحرب. ترامب لن يتمكن من وقف الحرب، دي الخلاصة، إذا فاز، وإذا حاول فقد يتعرض للاغتيال. الانتخابات الأمريكية لن تغير شيئا بالنسبة لروسيا، دي مفاجأة. أنا بقول لك لا، ترامب في الغالب هيوقف الحرب، او على الاقل خالص ممكن يعمل وقف اطلاق النار مع ضمانات لروسيا ان اوكرانيا ما يخش لهاش سلاح. عايز يعمل كده، لازم يضغط بوز في الحتة دي، لازم، ما قداموش حل تاني عشان يظبط الاقتصاد ويفضل موضوع الحرب في منطقة الشرق الاوسط، ما قداموش حل تاني. لو ما عملش كده خلاص بقى زيه زي بايدن، بالتالي الدنيا مكملة وهو مش عارف يعمل اي حاجة. بس يا سيدي، شكرا، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم مع ابراهيم الشراوي. شكرا.